موعد إخباري من التلفزيون الجزائري، أهلا بكم. تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الخاصة بإجراءات التكفل بأعضاء الجالية الوطنية العالقين في البلدان المجاورة لجمهورية أوكرانيا، وصلت مساء أمس رحلة الإجلاء الخاصة للخطوط الجوية الجزائرية انطلاقاً من العاصمة الرومانية بوخارست، وعلى متنها 76 رعية. وكان في استقبالهم بمطار هواري بومدين الدولي وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة. الجزائرية كان في رومانيا، يعني قامت بدورها أتم معنى الكلمة، يعطيهم الصحة. لا مخطوش معبر الحدودية مغلق، الهواء تفتوح. البولنديين تهلاو فينا، أنا كنت في الحدود، ما دخلت الحدود تاع بولندا، جت عائلة بولندية رفدتني في بولندا ووصلتني حتى البارس. السلام. حويس صعب بزاف عن أوكرانيا، من الحمد لله ربي كان معنا. شكرا بيان سور، نشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ونشكر القنصلية اللي موجودة في رومانيا، نشكرها كثير، ونشكر كل الطاقم الموجود في القنصلية، وربي يخليهم ان شاء الله. جو سوي تري فيير دات الجيريان اونكور اون فوا. والله يكثر خير وربي يجازيهم ان شاء الله ويعطيهم الصحة ثاني المسؤولين هنايا صافي يرون بليزير. قبلونا في الايروبور، عجبونا، ما تعبناش مره كي جاونا سفاره. نحب نشكرهم بزاف، والرئيس الجمهوريه ثاني نوجه له التحيه ونشكره بزاف لانه ما خلاش الجاليه الجزائريه في اوكرانيا. الحمد لله قاموا بنا قبل ما نجيو، داروا لنا بي سي ار، لقينا الحافله تستقبل بنا من برا، حتى في الايروبور كل شيء عجبهن، جو كان فيه بحضوره، ما تعبناش مره والحمد لله. نحب نشكر السفارة الرومانية، سفارة في رومانيا، سفارة الجزائر في أوكرانيا، ورئيس الجمهورية، وإن شاء الله ربي يجازيهم والحمد لله كي وصلنا بخير. نشكر بزاف السفارة الجزائرية في رومانيا، الله كتر خيرهم وعاونوني بزاف. ونشكر الجزائر الحمد لله كي راهي سمعت لنا وجات هزتنا هذه هي. ورئيس الجمهورية تبون اللي هو الحق ليه صوتنا واجلنا الحمد لله. عيطت ديريكت للسفارة، صونيت للسفارة وقلت لهم انا راني اذن من حق تاني جزائري. رحت للسفارة، داروا لي شومبر في الاوتيل، ماكل شارب الحمد لله. احنا السفارات تاعنا راهي تشتغل على الحدود لتسهيل العبور الى رومانيا ولا المجر وبولندا، خصوصا اساسا يعني المعظم هم يتوجهوا لرومانيا، ولكن اي واحد اللي يقدر يفوت على الحدود على كل حال نشجعوه باش يخرج مرة على الحدود، والسفارات راهي دائما مجندة. نصب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية التي تمتد صلاحيتها إلى كل القطاعات باستثناء الدفاع الوطني والأعمال القضائية. المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية تجسد التزاما آخر ضمن ما تعهد به السيد الرئيس، دعامة رقابية فعالة في مسار محاربة الفساد. هدى الوبح والمزيد. استكمالا لمسار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يأتي تنصيب المفتشية العامة لرئاسة الجمهورية كخطوة أساسية في مجال تعزيز الرقابة وتقويم التسيير على مستوى الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية.
ويأتي تفعيل هذه المفتشية لمصالح الدولة ضمن الالتزامات 54 التي تعهد بها السيد الرئيس لتكون عينا منصبة صوب الأمور والقضايا التي تكتسي أهمية لدى السلطة والمواطن على حد سواء، وكأساس لبناء جزائر جديدة تسترجع فيها ثقة المواطن اعتمادا على مراقبة عمل المسؤولين وتعزيزا للحكامة ومحاربة الفساد، وبذلك فتح المجال أوسع أمام محاربة خيانة الأمانة ووضع حد لسياسة اللاعقاب. ولطالما أكد رئيس الجمهورية على أن تحقيق الانطلاقة الفعلية يمر عبر بسط الرقابة من خلال تحريات ميدانية يجريها مفتشون يتم إيفادهم إلى مختلف الولايات، وتشمل كل القطاعات باستثناء الدفاع الوطني والأعمال القضائية، ويكون نشاط المفتشية العامة فجائيا أو معلنا عنه من خلال مهام الرقابة كما يمكن أن تكلف من طرف رئيس الجمهورية بأي مهمة تحقيق أو تحر في مسائل خاصة أو استثنائية حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي المحدد لصلاحياتها وتنظيم سيرها. وفي هذا المنحنى تطلع هذه الهيئة بالسهر على متابعة مدى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية وتنفيذ توجيهاته التي تصب في خانة تنظيم وتحسين نوعية تسيير مصالح الدولة والجماعات المحلية، فضلا عن تكفلها الأمثل باحتياجات وتطلعات المواطنين. ويمتد عمل هذا الجهاز الرقابي ليحيط بكل ما له علاقة بتطبيق التشريع الذي يحكم سير مصالح الدولة، وبغية تسهيل المهام المسندة لها تم تمكين هذه المفتشية من جملة من الصلاحيات التي تؤهلها للاطلاع على نشاط الهياكل محل التفتيش والمراقبة، لتتوج كل مهمة بتقرير يوجه إلى السيد الرئيس عبد المجيد تبون. تعلم وزارة التربية الوطنية كافة أعضاء الجماعة التربوية أن رزنبة الامتحانات المدرسية بعنوان 2022 ستكون كالآتي: امتحان شهادة التعليم المتوسط من يوم الاثنين السادس إلى يوم الأربعاء الثامن جوان 2022، امتحان شهادة البكالوريا من يوم الأحد الثاني عشر إلى يوم الخميس السادس عشر جوان 2022. أما بخصوص امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي، تذكر وزارة التربية الوطنية أن هذا الامتحان قد تم إلغاؤه بالنسبة لدورة 2022، ويكون الانتقال إلى السنة الأولى متوسط للتلاميذ السنة الخامسة ابتدائي باحتساب المعدل السنوي لتقييم المستمر، أي معدل الفصل الأول زائد معدل الفصل الثاني زائد معدل الفصل الثالث تقييم ثلاثة، على أن يعوض هذا الامتحان بداية من السنة الدراسية المقبلة 2022-2023 بامتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي بعد رفع التنظيم الاستثنائي للتمدرس الساري المفعول حاليا جراء جائحة كورونا كوفيد-19 والعودة إلى التنظيم العادي للتمدرس. هذا وإذ تحيي وزارة التربية الوطنية المجهودات الجبارة والحس التربوي العالي لكل أفراد مكونات الجماعة التربوية، تهب بالجميع للتحضير الجيد لهذين الامتحانين كل فيما يعنيه، وتتمنى كل النجاح والتوفيق لجميع التلاميذ والطمأنينة والارتياح للأولياء. ضمن مساعي ترقية الاقتصاد الوطني، بعد يعد مصنع الأجور بالحسينية بولاية عين الدفلة من بين المشاريع التي استفادت من رخص الاستغلال الاستثنائية ما مكنها من رفع القدرة الإنتاجية وتحسين النوعية. محمد عياشي يقول: يتربع هذا المصنع المختص في صناعة الأجور على مساحة تقدر ب30,000 متر مربع، إذ يوجد خلف هذه الجدران آلة تعمل بشكل حلقات تستقبل المادة الخام ليتم وضعها داخل خزانات أنشئت لهذا الغرض. عندنا في هذا المرحلة عندنا ربع عمال يشرفون على تخمير تراب باش يكون واجد المرحلة الإنتاج.
عملية تصنيع المنتوج النهائي تنطلق من هذه الآلة، حيث تبلل المادة الخام لتكون جاهزة للطحن، وتشكل بها قوالب حيث يتم تقطيعها ووضعها في فرن لمدة من الزمن لتكون جاهزة للتوزيع. المادة الأولية هي البريك اللوطون اللي يدخلوا في لي فاغون تاعنا، ندوهم ترونسبورتير عندنا لونطري تاع الفور. تتم هذه المرحلة في 24 ساعة في سا كونترول نتبعوها. ثاني مرحلة لوطون كي يخرج البريك عندنا الخرجة تاعو من هنا نعاودو ندخلوه هنا باهي الديفيلا. 600 طن يوميا هي نسبة المادة الخام التي يتم استخراجها من هذه المحجرة. بعد تحصلهم على رخصة لاستغلال المنجمي والتي سمحت لهم برفع القدرة الإنتاجية إلى 210 ألاف طن سنويا. يعني بعد ما تحصلنا على رخصة استغلال هذا المنجم يعني كانت بشارة خير علينا، يعني كنا في المصنع كان إنتاج ضئيل جدا 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 ونوعية رديئة جدا. بعد ما تحصلنا على هذه المادة الخام، هذه المادة الأولية، خلت الإنتاج يتطور والنوعية تتطور. كنا تقريبا ننتج 100 طن يوميا. بعد ما تحصلنا على المحجرة يعني زادت نسبة الإنتاج وقريب نوصل للنسبة الحقيقية للمصنع اللي هي 600 طن يوميا. المصنع يشغل أكثر من 150 عاملا والذين يعملون على تزويد السوق المحلية بمنتوجهم. وفي خطوة لإنعاش مناخ الاستثمار بولاية شلف، استفاد أزيد من 30 مشروعا من رخص استغلال استثنائية. التغطية لإبراهيم خضراوي بصوت مايا خرفي. حركية صناعية تعرفها ولاية شلف بفضل وجود عديد المؤسسات الصناعية التي أثبتت وجودها كمصنع الزجاج ومؤسسة الإسمنت ومشتقاته التابعة لمجمع جيكا الذي تدعم بخط إنتاج جديد موجه بالأساس نحو التصدير. مؤسسة عارقة ومؤسسة اللي ثبتت وجودها على مر السنين بفضل جهود عمالها وإدارتها باش تخرج منتوج اللي يكون على مستوى المقاييس اللي نجم نقول عالمية، حتى الدليل انه رانا نصدروا الاسمنت هم الصح ورانا نطوروا. وحنا ماذا بينا نطوروا في ذي المؤسسة، ماذا بينا نزيدوا حاجة كبيرة كاع. هذا كما تدعم النسيج الصناعي بولاية شلف بعدة مؤسسات ناشئة على غرار مؤسسة إنتاج المواد الصيدلانية والتي استفادت من رخصة استغلال استثنائية في إطار رفع العراقيل. حنايا دروك نزيدوا إن شاء الله، حنا رانا مسيبلين لي غير لي برودوي اللي ما كانش في المارشي باش نقصوا وتيرة الاستيراد، وعندنا مشروع السيرتيفي اون فا سيرتيفي لينيتي هذه اللي سيرتيفيكا ايزوغا ان شاء الله. وعندنا مشاريع ان شاء الله مور هذا التوسيع، بعض المشاريع منها البيوسيميلار ومنها الانجيكتاب. تعايننا بعض القطاعات الخاصه وبعض المؤسسات الناشئه والتي كانت تعرف عراقيل وتم رفع العراقيل، وكانت معاينه ميدانيه، ولاحظتوا معنا حجم الاستثمارات الجديده وبتكنولوجيا جد عاليه وبتواجد كذلك شريك أجنبي وهم الإيطاليين، وهم مشكورين لأنهم مرافقين بالنسبة للصناعة الجزائرية. هذا كما استفاد عدد من المستثمرين بولاية شلف من رخص استغلال استثنائية ليبلغ عدد المشاريع التي رفعت عنها العراقيل أزيد من 600 مشروع استثماري عبر التراب الوطني. من ولاية الأغواط، أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أكد تعزيز مبدأ الحرية في ممارسة النشاط الجمعوي في إطار احترام القوانين والثوابت الوطنية. هذا هو المبدأ الأساسي الذي تنشط وتعمل من خلاله الجمعيات، فالمرصد جاء ليعزز هذه القيمة وهذا المبدأ، مبدأ الحرية في النشاط الجمعوي والحرية في إنشاء الجمعيات وحرية الرأي والتعبير يعني في إطار القوانين وفي إطار احترام الثوابت والمبادئ الوطنية. وبالتالي المرصد الوطني يعتبر هيئة للجمعيات، هيئة تنقل انشغالاتها وهيئة ترافق الجمعيات
الجمعيات في عملها بالشكل اللي يعزز من دورها ومكانتها في الساحة الوطنية. دوليا وفي الشأن الليبي، أعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفان ويليامز، أعلنت أنها سترسل خطابا لمجلس النواب والدولة بخصوص المشاورات المتعلقة بوضع أسس أو أساس دستوري يقود إلى إجراء الانتخابات، داعية إلى الامتناع عن أعمال التصعيد والاستفزاز والعنف. أعلنت الرئاسة الأوكرانية أنه تم التوصل إلى تفاهم مع الوفد الروسي حول إقامة ممرات آمنة في المناطق التي تشهد نزاعا بأوكرانيا، مع وقف لإطلاق النار فيما بشكل مؤقت، وهذا خلال اختتام الجولة الثانية من المفاوضات بين الوفدين الروسي والأوكراني ببيلاروسيا. هذا ولم تسفر نتائج المفاوضات إلى حل نهائي، حيث تصر أوكرانيا على الانسحاب الفوري للقوة الروسية، فيما تطالب روسيا بالاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مع استعادة شبه جزيرة القرم وتثبيت وضع أوكرانيا خارج التكتلات. الوضع في أوكرانيا كان له وقعه على الاقتصاد العالمي، حيث اقتربت أسعار خام برنت القياسي العالمي خلال تعاملات أمس لمستويات تقارب 120 دولارا للبرميل. يأتي هذا في ظل التزام الأوبك برفع الإنتاج تدريجيا، وفي المقابل شهدت أسعار القمح ارتفاعا غير مسبوق نتيجة الحظر المفروض على روسيا، أكبر مورد للقمح في العالم. ونختم بالرياضة، بالألعاب البارا أولمبيا والتي تنطلق ابتداء من اليوم وإلى غاية 13 من الشهر الجاري بالعاصمة الصينية بكين، تحت شعار موعد مبهج إلى على الجليد والثلج النقي. ألعاب يشارك فيها حوالي 600 رياضي من العالم، من بينهم قرابة 100 رياضي من البلد المنظم، وتتطلع الصين من خلال هذه الدورة الدولية لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة إلى إحياء تقاليدها العريقة وتعزيز إرث الألعاب البارا أولمبية التي استضافتها في سنة 2008. نهاية النشرة، شكرا المشاهدين على المتابعة، ووعيد إخبارية تأتيكم على رأس الساعة، في أمان الله.